يا جمهور الأهلي الكبير، مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. دي حلقة جديدة في البيت الكبير. كل سنة وحضراتكم طيبين. لسه في أجواء العيد، النهاردة آخر يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية، ودي كانت يعني أقصر أجازة فأول أجازة خدناها، صح؟ بعد البيت الكبير. صحيح. في البيت الكبير كل سنة وانت طيبة وكل طيب الناس طيبة. دي كان فعلا النهاردة معاكم في البيت الكبير في آخر أيام عيد الأضحى المبارك. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم اتبسطتوا وكلكم بصحه جيده ان شاء الله باذن الله. واحنا كمان خدنا اجازه يومين سريعه كده، غبنا عنكم شويه، لكن رجعنا تاني في البيت الكبير. وزي ما انت قلت يا سهام، ان شاء الله النهارده حلقه مميزه جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم. ليه بقى؟ لانه النهارده عندنا حلقه تعتبر كرويه فنيه شويه. يمكن احنا بننوه من ساعات النهارده، من مع بدايه اليوم، بان احنا النهارده ان شاء الله مشرفنا اثنين من الضيوف من العيار الثقيل. الفقره الاولى شرفنا فيها النجم شريف عبد المنعم، لاعب الاهلي السابق ونجم السينما اكيد. الفقره الاخيره هيكون مشرفنا فيها نجم من نجوم الكوميديا الكبار جدا، المعروف باهلويته الكبيره جدا، مشرفنا الفنان الكبير بيومي فؤاد. ان شاء الله تكون حلقه مميزه. كناش عايزين نقول، بس احنا بنعمل بروموهات من اول اليوم عنهم، ف فيعني اتحرقت. لا مش اتحرقت، لكن طبعا الناس بتحب يعني. طبعا معانا كابتن شريف وبيومي من الناس اللي كل الاهلاويه بيحبوهم. النهارده باذن الله عندنا اخبار كتيره جدا اكيد. هنبدا يا اسهام باخبار النادي الاهلي. مستر فايلر بيعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ في الفترة الأخيرة، جلسات كتيرة جدا طلب يعني يقعد مع سيد عبد الحفيظ عشان يقف على كل الأخبار وكل الكواليس الجديدة. وصل ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي جلساته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، واتكلم على هامش المران على كل حاجة بتخص النادي الأهلي، بتخص طبعا الاستعدادات الخاصة باستئناف الدوري، جلسات خاصة بتجمع دايما ما بين فايلر وسيد عبد الحفيظ، بينسقوا كل حاجه. التحضيرات بتبقى مستمره للمرحله اللي جايه، اذا كانت على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. فزي ما بقول لكم يعني بدا كمان النادي الاهلي النهارده مران على مستوى عالي جدا. لكن زي ما بقول لكم، مستر فايلر وسيد عبد الحفيظ اسهام دايما في اتصالات مباشره، دايما في اجتماعات قبل وبعد التمرين، على طول بشكل بيقفوا مستمر على الخطوط العريضه. والنادي الاهلي عارفين يعني ما بيقفش على حاجات عريضه بس، لكن كل الديتيلز والنقط الصغيره بيغطيها النادي الاهلي من خلال طبعا فني المدير الفني فايلر، وطبعا مدير الكوره سيد عبد الحفيظ. وخاصه طبعا الايام اللي زي دي، احنا الكل داخل النادي الاهلي النهارده بيعمل على قدم وساق علشان نستعد لاستكمال الموسم ونحط الترتيبات الاخيره قبل خوض المباريات الرسميه. زي ما احنا عارفين ان كل كبيره وصغيره في الاهلي بيكون معمول حساب، فالمدير الفني للفريق بيكون حريص انه يتابع كل التفاصيل دي. زي ما الكابتن هاني اشار انه كمان سيد عبد الحفيظ مش بيسيب حاجه للظروف، لا، بيحاول يرتب كل حاجه من بدري يا كابتن هاني. صحيح يعني دايما على المستوى الاداري وعلى المستوى الفني لازم يكون في تنسيق شامل. يعني الاداره الفنيه لا تكفي، والاداره طبعا الاداره من ناحيه سيد عبد الحفيظ لازم تكون مكمله بشكل كبير. وطبعا بيستعدوا لبدايه الدوري طبعًا. بدايه الدوري ان شاء الله يوم 9 اغسطس، مباراه انبي ان شاء الله هياخد وياخد يعني الفريق بياخد تدريبات بدنيه قويه جدا في الفتره اللي فاتت. طبعا التدريبات على ملعب التيتش تحت اشراف ريني فايلر، وكمان خد النادي الاهلي تدريبات بدنيه بشكل اعنف. يعني دايما يبقى فيه المدير الفني بيبدا الاول اربع خمس ايام حمل بدني معقول، لكن النهارده بقول لك النادي الاهلي وصل لاعلى معدل بدني، بيتمرنوا بالكرات الطبيه عامله زي السله كده، انا شفتها النهارده في الصور. لونها ازرق، هي كرات يعني كبيره شويه لكن تقيله، يعني في اوزان مختلفه من الكرات الطبيه. دي كره بيشيلها اللعيب ويتمرن بيها تمرينات خاصه، دي بتساعده على اولا تقويه العضلات بشكل او باخر، وكمان عمليه التحمل. وطبعا
كل ده تحت اشراف طبعا يعني كمان على المستوى الاصابات عندنا محمد محمود. لسه عندنا خبر يخصه، لكن زي ما كابتن هاني قال النهارده كان في تدريبات قويه جدا حتى على مستوى الجري، الاحمال، صالات الجيم. لسه طبعا الاهلي يعني بيستعدوا واستعدادات مكثفه زي ما قلت لحضراتكم. دكتور خالد محمود طبيب الفريق كان يعني اتكلم عن محمد محمود او اتكلم معاه لاعب طبعا الفريق علشان يطمئن على البرنامج التأهيلي اللي هيقوم بتنفيذه ان شاء الله علشان يستعد للمشاركه مره تانية في الدوري. اكيد محمد محمود كمان جماهير النادي الاهلي عارفاه، للاسف جات له اصابه بدري جدا اول ما اشترك مع النادي الاهلي، لكن النهارده محمد محمود بيقوم يعني بتدريبات على المستوى الفردي في الجيم وعلى مستوى البرامج التدريبيه اللي بيخضع عليها تحت اشراف الدكتور طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل البدني من النادي الاهلي. عايزين نقول لمحمد محمود وصل لمرحله متقدمه الحمد لله، قرب يرجع خلاص للتدريبات الجماعيه ان شاء الله. بس ما عندناش تاريخ يعني محدد نقول لحضراتكم في لحد دلوقتي، لم يعلن عن التاريخ اللي هيعود فيه. هو طبعا اعلان تاريخ يعني بعينه مش بيبقى صعب، مش دلوقتي خالص. عشان كمان اللعيب كمان ما يتحطش تحت ضغط الوقت دوت، لكن النادي الاهلي واللجنه الطبيه بتسيب البرنامج التاهيلي، وخاصه احنا عارفين محمد محمود اصيب برباط صليبي، الرباط الصليبي بياخد اجراءات طويله شويه، لكن عايزين نطمن ان محمد محمود ان شاء الله باذن الله قريب جدا هيكون متواجد في صفوف النادي الاهلي.